إن بعضهم يجني على النصوص الشرعية أو على الألفاظ الشرعية كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يجني على أسماء الله، يعني بعضهم يأتي بصورة رسمة، رسالة طويلة جدا ورسمة فيها متعرجات، تلك الرسمة كل لفظ منها فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو اسم من أسماء الله، وإذا بالصورة المجملة تشير إلى لفظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تلاعب، متعرجات، تنظر من أعلى إلى الأسفل، إذا به متعرج يمنة ويسرة. لما كل هذا؟ الشرع واضح وطريقة تبليغ الشرع واضحة، تأتي بالحديث الصحيح في الفضائل، تأتي بالآية في الفضائل، تأتي بما ذكره السلف من شروحات حول الأحاديث، فحسن ومشروع.